ويقدم الجائزة الحارس الأسطورة والحارس الذي قدم الكثير للكرة السعودية الكابتن محمد الدعيع. مساكم الله بالخير. واضح. كيف حالك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. صار عندنا عدد من الاختيارات، عندنا برانتلي جونز حارس فريق النصر، فاروق بن مصطفى حارس الشباب، عندنا كاسيو أنجوس، وثلاث حراس موجودين قدموا الكثير في هذا الدوري الاستثنائي، حتى لدرجة أن النقاط من خلال اطلاعنا في اللحظات الأخيرة الفارق مرة كل مرة يقلب، مرة لاعب يتصدر مرة الثاني. أنت من تختار يا كابتن؟ والله كلهم يعني اعتقد كلهم حراس ممتازين، اعتقد كلهم استفاد لانديتهم منهم، ولكن بالارقام يعني لما اجي بالارقام طبعا اختار فاروق لانه يمكن 25 هدف 30 جوله، اما النواحي الثانيه طبعا هذه تعتمد عليكم انتم، ولكن كلهم اعتقد انه استفادوا منهم انديتهم، وإن شاء الله بإذن الله أنهم أفادوا الحراس السعوديين. يعني أنا يمكن فيه عبد الله المعيوف، محمد العويس، حتى وليد عبد الله لما اشترك في كذا مباراة أعتقد أدى اللي عليه وأكثر. يعني أعتقد أنهم إن شاء الله بإذن الله تعود الفائدة للحارس السعودي منهم إن شاء الله بإذن الله. إذن نعلن الفائز، والفائز بجائزة أفضل حارس في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان حارس فريق الشباب فاروق بن مصطفى. مبروك للحارس فاروق بن مصطفى. شكرا للكابتن محمد الدعيع اللي ساوم يبدو فاروق بن مصطفى على الشيك. شكرا جزيلا للكابتن محمد. تفضل كابتن فاروق، كلمه بهذه المناسبه يعيشك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم الكل على الحضور. اول حاجه نحب نشكر نادي الشباب، اذا جمهور واداره، نحب نشكر الاطار الفني واللاعبين ونادي الجائزه ذي العائلتي.